احيانا الانسان يكون تحت غلي كنز وهو مش دريان، ويمكن ساعتها يكون مفلس ومش لاقي البدل الازرق. احنا كده تمام، في ايدينا فلوس تقضينا العمر كله. فين هي؟ بتلايمنا عليها يا بطل. اهي مفتاح الكنز. عمليه ظريفه ومؤدبه، لا فيها لا جري ولا وجع قلب. اول مره تطلع اهبل. عايز نسرق بنك؟ ايوه عاوزكم تسرقوا بنك. انت جاي لعقلك حاجه؟ ده عليه حراسه ليل ونهار وحديد على الشبابيك والابواب، يعني حاجه ما تخرش الميه. كل ده ما يهمش، خبطتنا هتكون بالنهار وفي عز الظهر. دي الشطاره، لابسين بدل متلمعين ماسكين شنط زي البنكيره، هم اللي يفتحوا لنا الخزن ويقولوا لنا اتفضلوا. عيني عيني لازم هنكون لابسين طاقيه الاخفاء. اصلكم والشفاء، انا عاوز اغنيكم وانتوا بتضحكوا. خلاص بلاش يا اخي تنيل. اسمع 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 بس، ما تبقاش عصبي موال، اشرح لنا الحكايه يمكن نقتنع. هيكون معانا الجواب ده. بيقول في مدير البنك لمدير الفرع هيجي لك اتنين مفتشين لجرد الخزنه ويرجوه تسهيل مهمته. ليه ما نكونش احنا الاتنين مفتشين دول؟ لكن المدير مش ماضي على الجواب يا حادق. احنا هنخليه يمضي. بندوط الكريمة هنجيبها منين؟ موجودة على الشيك ده، خدت منه تمن العربية اللي اشترتها بنته ميرفت. يعني عايز تنقلها؟ من هنا لهنا. ومين اللي هيشيلها من الشيك ويحطها على الجواب؟ واحد بس، مفيش غيره. أعظم مزور في الدنيا. مش معقول. اسماعيل ازيك يا عصام؟ وحشتني قوي. عاش من شافك. ده عرفت طريقي ازاي؟ اللي يسال ما يتوبش. وعامل ايه في عيشتك؟ مش عايز اي خدمات؟ عايز فلوس؟ قول ما تتكسفش. الله يخليك يا عصام. طب وانت فاضل لك قد ايه؟ 18 شهر وست ايام. تخرج بالسلامه ان شاء الله. وقضيتك قد ايه؟ خدمات انسانيه. تلميذ غلبان سقط في التوجيه 4 سنين. جاني ابوه اتحايل عليا، رسمت له شهاده النجاح داخل بيها الجامعه. ما فاتتش السنه التلميذ الغلبان جاب لي 5000 زغلابه، رسمت الاثنين منهم شهادات حقوق، وواحد كليه طب اسنان، والاثنين التانيين عملتهم قسم فلسفه. ولا وايه؟ 4 منهم اتعينوا معيدين في الجامعه لان اديتهم درجه امتياز، واللي كان ليمت شويه اديته جيد جدا. ما فاتش كام شهر فتنوا على بعض، رحت انا فيها. ولا يهمك، انت زي الشمعه اللي بتحرق في نفسها عشان تنور لغيرها. مش كده والنبي. اسمع، الزيارة الجاية هبعت لك عمود فيه أكل، بعد ما تاكل تحلي. أحلي وتغسل إيديك وصوابعك اللي اتلفوا في حرير وحقك محفوظ. يا سلام يا أبو الأسماع، أنا في الخدمة. ما تنساش أحلي. السلام عليكم. مع السلامة. شد حيلك يا أخ. على الله. عصام عبد الحق النهارده عيد ميلاده. خد يا سي عصام. مبروك عيد ميلادك. متشكر، الله يبارك لنا فيك يا شوشنا. مرحبا بعمود الطعام الذي بدونه يهوي عمود الزيت ويخور. يا سيد يا سيد ما تستنوا شويه يا خطر.
اسمع بقى، انتوا تاخدوا دول وتسيبوا لي انا الحلم. ليه واحنا مش هنحلي؟ لابد من ان ناكل الحلم ليصبح مقامنا هنا حلم. طيب طيب يلا بقى، يلا الله يلا خليكم ولادكم، يلا يلا بلاش دوشه، يلا يلا بقى. رجب أرجو نقل توقيع مدير البنك من فوق الشيك إلى مكان توقيعه في الخطاب. يا ابو العصاصيم يا سلام تمام. ايه دي؟ ليه 10% سمعه؟ ها هيحصل. سرحان في ايه؟ في المستقبل. خايف من حاجه؟ اصل في دي عمليه كبيره قوي. استرد؟ ايوه ادعي لي انها تفوت على خير. انت كنت خايف تخسر بلاش منها. اصل الشغلانه ملوش امان، ساعه فوق وساعه تحت، ومن يوم ما عرفنا بعض وانا عاوز دايما ابقى فوق فوق باستمرار، عشان كده بعمل كل شيء بحساب. خايف لا تروحي مني. اروح منك ازاي؟ قصدي يعني تجيني سفريه طويله ارجع عليك نسيتيني. يخفى عليك، انت مش واثق من حبي؟ انت حبيتيني ليه يا زهرة؟ انت شاب ناجح ومستقيم وواثق من نفسك. افرضي كل دي مظاهر كدابه، كنت حبيتيني برضو؟ كنت حبيتني انت؟ انا محتاج لك قوي يا زهرة. وانا كمان. اوعى كده، لحد كده كفايه قوي. وانا شخشيخه في ايدك؟ شخشيخه؟ لو كنت شخشيخه بقى انا عيل صغير، انما اديكي شايفاني طويل وعريض، يبقى لا انا عيل ولا انت شخشيخه. حماده انت اتغيرت خالص، دايما طفشان مني، ما بشوفكش الا اذا كنت عايز فلوس. فيها ايه؟ كل قرش خدته منك هرجعه لك تاني. لازم افهم انت بتروح فين، واحيانا بيكون معاك فلوس كتير، عايز اعرف انت بتجيبها منين. بالقمار يا روحي. القمار خساره بس، عمره ما كان مكسب. يعني مره كده ومره كده. باين في عينيك الكذب. ابدا وحياتك عندي. انا بقصدك بس في حكايه الفلوس دي من عشم. وايه اخره العشم؟ الجواز طبعا. تاكدي ان كلها يومين والفلوس هتبقى عندي زي الرز. أنا خايفة عليك يا حمادة، أمورك دي مش عجباني. لما تلاقي فلوس عندي للركب هتعجبك أموري. ألو؟ أيوة إسماعيل. بتقول إيه؟ اتجننت؟ هو ده وقته؟ إحنا فيه ولا فيه؟ خلاص يعني؟ خلصت روحك يا أخي. مالك يا ميرفت؟ متغيرة ومش زي عوايدك، في حاجة حصلت في البيت؟ أبدا مفيش. مش معقول، بتخبي عليا؟ أصل بصراحة هو باباك رجع من السفر؟ لسه مرجعش. لكن قطعت كلامك ليه؟ كنت هتقولي ايه؟ بصراحة يا رأفت أنا جاني عريس وكله موافقوا عليه. وأنتِ؟ بقيت محتارة مش عارفة أتصرف إزاي. أنا ده تالت عريس برفضه. مني بابا. والإمتى هتفضل مستنيه؟ لو ما جاش أول الشهر هجيب عني واجي قبل والدك.
طب استنوني في الحمام انا هاجيلك على طول. مالك يا حماده؟ في ايه؟ عملها اتجوز وسافر اسكندريه. هو انت زعلان ليه؟ دي خيانه وغدر منه، واحنا بنستعد لعمليه كبيره. الحقيقه يا حماده غصب عنه بيحب. انا لو كنت مطرحه كنت عملت كده برضه. انت كمان مجنون. انتوا الاثنين مجانين. انت برضه لو حبيت هتبقى مجنون زينا. مش ممكن. الو 49 973 كلم مصر. اتفضلوا كابينه 5. اتفضلوا كابينه 5. الو اسماعيل بيه عبد الحميد من فضلك، اوضه 39. الو ممكن اكلم اسماعيل بيه من فضلك؟ انا مراته. مين حضرتك؟ انا مين؟ انا حماده ستان مدير مكتبه. اهلا بيك يا فندم. لا مؤاخذة ولو فيها إساءة أدب، كنا عايزين البي ممكن نكلمه؟ خير، في حاجة؟ ضروري يعني؟ أصل هو لسه نايم. لسه نايم؟ طب وحياتك توصلي له الرسالة دي، قولي له العملية المهمة جاهزت وعايزينك للتنفيذ النهاردة ضروري. شكرا أوي، مع السلامة. بتقول لسه نايم؟ أمال إيه؟ في العسل يا حبيبي. انت صحيت؟ اللي عملتيه ده صاحب الهول من النوم. انت هتنام تاني؟ عشان تصحيني تاني. انا لسه نايم. لا انت طماع قوي. اللي يشوفك لازم يبقى طماع. مش هتفطر؟ والله انا بعمل ايه؟ اللي يشوفك كده يقول مفيش حاجة وراك غير الأكل والنوم. حبيني. طلبوك في المكتب بيقولك لازم ترجع حالا. مش راجع. والعملية؟ عملية ايه؟ معرفش، بيقولوا العملية المهمة جهزت. وما صحتنيش ليه؟ يوه، امال انا عملت ايه؟ كان لازم اكلمهم بنفسي. انا متاسفه يا حبيبي. بتبصلي كده ليه يا اسماعيل؟ ما قلت لك انا متاسفه. مالك يا اسماعيل؟ زهره، انا مش عاوز اسافر. ليه يا حبيبي؟ مش عاوز اعمل العملية دي ومش هعملها. اسماعيل، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده مدير مكتبك بيقول انها عملية مهمة. ايوه، انما جايز تبعدني عنك. امال يا حبيبي؟ هستناك لما تخلصها وترجع لي. انا عايزاك تبقى اهم راجل في الدنيا، عايز افتخر بيك لكل الستات واقول لهم ان انا متجوزة راجل مهم، راجل عظيم. مش هنستعملهم الا للشديد القوي. مالك يا سمعه؟ انت خايف؟ فين الجواب؟ هل
العملية دي مضمونة وأكيدة، بس فيها خطر واحد. إيه هو؟ ما تيجي يا حمادة، أنت قاعد لوحدك ليه؟ لو مدير البنك اتصل بالمركز الرئيسي عشان يتأكد من الجواب هنكشف. طب وبعدين؟ متهيألي بلاش العملية دي. انت عبيط؟ بعد ما كل حاجة جهزت؟ ما نعمل ايه؟ نرمي نفسنا في النار بايدينا؟ سيبولي انا الحكاية دي. سيادة المدير موجود؟ نايب المدير، المدير في أجازة، أي خير؟ لو سمحت تقولي له مفتشين الخزنة من المركز الرئيسي. حاضر، اتفضلوا استريحوا لحظة واحدة. اتفضلوا. أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً. اتفضلوا. هو سيادتك الأستاذ شوكت فهمي؟ لا لا أنا يا فندم. بس المدير في أجازة وأنا ما عنديش إخطار بالجد المفاجئ. هو الجواب اللي مع سيادتك مش كفاية؟ هو مصطفى بيه في مكتبه دلوقتي؟ أيوة يا فندم، هو لسه مسلمنا الجواب حالي. اطلبي لي مصطفى بيه عبد العزيز في الإدارة العامة. حاضر يا فندم. ألو؟ الإدارة العامة؟ أيوة فندم. إديني مصطفى بيه عبد العزيز من فضلك. مين عايزه؟ حاضر، خليكي معايا. أيوة. صباح الخير يا بيه. أمين بيه هيكلم سيادتك. صباح الخير يا مصطفى بيه. سيادتك بعت لي 2 مفتشين بجواب الجد. ايوه. لا لازم دلوقتي يا امين بيه اذا سمحت. دي تعليمات وصلتنا حالا. ايوه. متشكر قوي. مع السلامه. ابعتي لي شوقي افندي حالا. ولا مؤاخذه يا حضرتك. العفو يا فندم. دي اجراءات لابد منها. طبعا طبعا. انتوا عارفين فتح الخزنه مسؤوليه كبيره. تمام تمام. وانا شخصيا مش عاوز اتحملها. عندك حق. صباح الخير يا سياده المدير. صباح الخير يا افندي. خد الاساتذه عشان يجردوا الخزنه. الخزنه الكبيره يا فندم؟ ايوه. حاضر. اتفضلوا معاه. ميرسي. متشكرين. اسمع يا بيه، ولع من فضلك. شكرا قوي.
عايز. مودينا على فين كده؟ امشي بس مالكش دعوه. احنا مش رايحين على البيت؟ لا احنا مش لازم نفضل مع بعض. مش هنقسم الفلوس؟ لا مش دلوقتي، اما تنام الحكايه شويه. قد ايه كده ان شاء الله؟ كل حاجه هتبان بعد 3 4 ايام. محدش عارف ايه اللي هيوصلوا له. احنا هنفترق دلوقتي وما تتظوش ببعض قبل ما اجي لكم بنفسي. خش من هنا. يلا انزلوا. طب اديني اي حاجه تحت الحساب. مش وقته، انزلوا بقى الله يخرب بيتكم. اطلبيني مصطفى بيه عبد العزيز اوام. حضرتك متاكد ان الامضاء صحيح؟ يا اما صحيح يا اما مزور تصوير متقن. ما شفتش حد منهم قبل كده ابدا عمري. ايوه فؤاد، استجوبتم كل اللي في البنك؟ استجوبنا 16 منهم يا فندم، محدش شاف حاجه ومحدش يعرف حاجه عنهم. وفاضل قد ايه؟ فاضل 23. خدوا عناوين اللي استجوبتهم وخليهم يروحوا. حاضر. والباقي لازم تستجوبوهم قبل ما يخرجوا. حاضر يا فندم. الو مصطفى بيه، الناس اللي انت بعتهم لي سرقوا الخزنه. نعم، ما بعتليش حد. الله يا مصطفى بيه، انا مكلمك من نص ساعه سالتك عنهم، قلت لي ان حضرتك بعتهم لي بالجواب، ما كلمتنيش.